دون بعضهم خليفة غليفوي يقول لك إذا غابت الفكرة حضرت الذكرى. كيف تقيمين هذه المسيرة الداعمة لسعيد؟ أولا شعاراتها لا يتدخل أجنبي. Exactement. هنا الحقيقة أخويا حسين، قلت منيت لو كنا في زمكان آخر وتحدثنا بالحق على التدخل الأجنبي، لأنه في وقت من الأوقات وقت اللي عملنا الثورة هذية تاعنا على منظومة بوليسية وعلى عائلتين وعائلة كانت تحكم في الاقتصاد التونسي وتسير في الأمور، كان هي يعني تكلمنا وقتها على الأجنبي وعلى الكونترا اللي في البلاد واللي لازم نعيد النظر فيها مع فرنسا ومع الاتحاد الأوروبي إلى آخره. لكن وقتها اتهمونا باللي تعرف اتهاماتكم، انتم إسلاميين، انتم بيكم، انتم عليكم، انتم إرهابيين، وبدأت معناتها اللعبة نتاعهم في تشويه المعارضة التونسية، منها معناتها النهضة تكلمت في وقت من الأوقات معناها على على كونترا القدم مع فرنسا، لكن رينا معناتها اونتر غيمي اللي يقولوا على رواحهم بروغريسيست في البلاد اليوم أو تقدميين، وهم معناتها ما عندهم حتى علاقة بالتقدمية، ناس اللي كيما منهم اللي يحكموا اليوم معناتها ناس جوست تمن سلطوية، ناس ما تمنش بالديمقراطية، ما تمنش بالاختلاف، ما تمنش حتى بالنقاش، دونك ناس ما تنجمش حتى تفكر دولة أو تفكر مسار ثورة. فلذلك أنا نشوف اللي ضيعوا علينا يعني أول كي بدينا بالحق بدينا نخدموا من أجل النظر في التدخل الأجنبي في بلادنا وكيفاش نجموا نخدموا ثورتنا وكيفاش نجموا نقدموا بأنها تولي دولة قوية باش نجموا كيف كيف نقعدوا على الطاولة مع الاتحاد الأوروبي وغيره ونطالبوه بأشياء أو نطالبوا منه أشياء أو نطالبوا تغيير دي كونترا إلى آخره. لا، اليوم قاعدين نشوفوا في دولة ضعيفة، دولة معناتها أوتوماتيكمون موجود لك الأجنبي، معناتها كي يتقدم فماش ستابيليتي باش يكون موجود لك الأجنبي. دونك تمنيت كان جات بالحق مسيرة وطنية تكون فيها الناس الكل، تجمع الناس الكل كواك سوسوا أحزاب سياسيين منظمات حكومة ومعارضة، نتلموا من أجل السيس نتاعنا بالحق، أي تونس، أي أهداف معناتها ومصلحة تونس، المصلحة الوطنية لبلادنا. تمنينا لو كانت هذا، لكن اللي ريناه شعار لا للتدخل الأجنبي، شعار ريناه بعد ما جاء في خطابات الرئيس قيس سعيد في تشويهه للجمعيات الحقوقية والمنظمات الحقوقية الوطنية اللي عندها تاريخها معناتها يشهد لها، مش اليوم لكن للأسف ريناهم بداوا معناتها في تكتيكاته. الأستاذ قيس سعيد رئيس الدولة، ما عادش نحب نقول رئيس جمهورية لأنه للأسف ما عاد في جمهورية اللي عايشين، دونك رئيس الدولة القوية السلطوية اليوم معناتها نشوفوا فيه بعد ما تعدى على مسارنا كامل في هذه الثورة التونسية، بعد ما تعدى على حرياتنا اللي جبناها بدماء شهداء في الثورة هذية، تعدى للأحزاب. ونتذكر الناس الكل، مانيش باش نرجع للشيطنة نتاعو والكلام والخطاب نتاعو على السياسيين، وبطبيعة الأمر البيادق الاتصالية للمنظومة القديمة أو لمنظومته نتاع اليوم كيف كيف اللي يخدموا بعضهم هما رفاق كما قلتها قبل، دونك خدمة لمدة سنوات من أجل شيطنة الناس. ريناه معناتها يضرب على ملفات في القصر ويقول عندي الملفات على رشد الغنوشي مثلا، على رشد الغنوشي هو اليوم يقول لك ما لازمناش نحكيه في الملف، مثال احنا في الخارج نحكي مادام في الداخل ما ينجموش يحكيوا رفاقنا نحكيوا نحن من الخارج. اطلعنا على الملفات والناس الكل تعرف انه مثلا الاستاذ رشد الغنوشي اتعدى على شنو؟ اتعدى على كلمه طاغيه، على كلمه طغيان، لا تيغور. ما الذي يحدث اليوم اللي قاعد يصير في تونس اليوم شنو اذا ماهوش تيغور؟ اذا ماهوش ارهاب، ارهاب للكلمه الحره، ارهاب للراي المخالف، ارهاب لكل شيء. قاعدين نشوفوا رجعنا للتعذيب اليوم في تونس، في يوم من الايام ما تخلنا انه تعديناه الشيء هذايا ما عادش نرجعوا له بعد 13 سنه من الثوره. في ثنية تصحيح مساره هو انا حسب توا ما قاعد نشوف مسار منظومه بوليسيه راجعه، هو هذا تصحيح المسار اللي قاعد صاير. معناتها رئيس دوله لمده سنوات يضرب على ملفات هما كو دي رابور امنيه، ونعاودها كو دي رابور امنيه، تقارير امنيه. اي كيفاش؟ تخيل اني حاولي امشي من غير ما تلمس الكاميرا صابرين، امشي على اليمين شوي، امشي على اليمين شوي، امشي على اليمين شوي، امشي هكا، نعم واخر شوي، الله ينورك. نعم نعم، دونك فوالا قلت لك، دونك الدوله ماشيه بتقارير امنيه
وكي نجي ونشوفوا انه معناها مسار ثورة ضرب، مؤسسات الثورة ضربت، هيئات الضرب الدستورية، ما عادش عندنا معناتها ديمقراطية في البلاد، ولات عندنا حكم فرد وحكم رجل واحد هو اللي قاعد يحكم. كي نجي نشوفوا انه قاعد يحكم بلي رابور بوليسيير، شنو نجمو نقولوا؟ سواء السيد هذايا يخدم في هالمنظومة هذه البوليسية اللي جابت له دي رابور، وفي الاخر القضاء قعد في الحشمة لأنه لقى انه ما فما حد شيء. نعم. ما فما حد شيء، نعرفوا انه ما فما حد شيء، راجل غنوشي متعدي على كلمته، حتى كمال الطيف. كمال الطيف لمدة سنوات إلى أولهم كنت نخرج ونقول إذا عنده بالحق فساد مالي وكذا فليكن خليه يتعدى وعطيونا بلادنا معناتها تهردت ونشوفه. سامحوني في الكلمة قلت ما عادش نقولها، عندي أصدقائي من الجنوب قالوا لي راهي كلمة خايبة، سامحوني في الكلمة قلتها، احنا في تونس ما عندناش حل. على كل دونك فوالا معناتها البلاد مشات، الراجل قاعد يعبث ببلادنا ماهوش عارف فين ماشي، البوليسيه قاعده تحرك فيه اليوم على الاجهزه الامنيه، قاعدين نشوفوا في التعذيب رجع اليوم، اذا اليوم ماليش باش نقف. وانا فرحانه برشا، فرحانه كريت معناتها رفاقي واليسار التونسي اليوم قاعد يتوحد، والرابطه الحقوقيه اليوم فهمت انه في الاخر بكل ما تنجمش راهو كي تعطي انا غالب مش وقت اليوم باش نقعدوا نلوموا على حد، كلنا اخطانا احزاب او سياسيين او منظمات، اليوم فهمنا انه بلادنا في خطر، بلادنا في يد شخص واحد، المسار ولا واضح مسار دولة بوليسية راجعة، رجع لنا التعذيب في البلاد معناتها. سنعود صابرين على حوار في سمحني، سنعود على حوار في الإكسبريس الفرنسوية، الحوار مع عالم اجتماع اللي يحكي فيه على كيفاش أنه السيد سعيد يزدري الديمقراطية أصلا.